فن الطهي في عدن، هكذا تلخص هذه الدورة التدريبية في العاصمة المؤقتة. مشاركة عدد من المتدربات في الطهي من محافظتي عدن ولحج في حفل الافتتاح لدورة فنون الطهي، وهي الفعالية الأولى من نوعها في اليمن. هي عدن بشكل عام المرح والسعادة والسرور، عدن حاضنة الأوطان، عدن المحبة لغيرها، عدن السلام. عدت إلى أرض الوطن رغم الأزمات المتلاحقة التي تعيشها البلاد، وذلك لأضع بصمتي وأساعد بنات وطني في بناء أنفسهن ورقي مستواهن المادي، خاصة في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها اليمن. هكذا تقول الشيف فخري: أنا في الخارج حسيت بعد ما نجحت الحمد لله النجاح هذا، واعتبرت كفرد مؤثر في المجتمع السعودي، فحسيت هنا أنه عندي مسؤولية اتجاه أبناء البلد في هذا الظرف. ورأى كل رجل عظيم امرأة، لكن هذا الثنائي يؤمن بالمقولة وعكسها، ورأى كل امرأة عظيمة رجل. أنا هي رفعتني قبل، فأبسط حاجة أبسط حاجة إنه أنا رد لي جزء بسيط، وقفت جنبي وكانت معايا يد بيد وشريكة حياتي. دورة الطهي المجانية التي أقيمت بمديرية كريتر وستستمر لعشرة أيام جاءت كبادرة لدعم العائلات المنتجة في تطوير أدائها وتعليم الراغبين بالطهي لمواجهة الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة إلى بناء ذاتها لتدخل ضمن أسرة المشاريع الصغيرة المنتجة في المجتمع. طبعاً أنا عندي مشروع لي 4 سنين أشتغل فيه اسمه فينيسيا للكيك والمعجنات، مشروعي من المنزل. الدورة هذه بستفيد منها أنني بضيف أصناف جديدة، بتعلم حاجات كثير وبطور من نفسي ومن شغلي ومن مشروعي إن شاء الله. توافد عدد كبير من الحاضرين في مثل هذه الفعاليات دليل على وعي المجتمع بأهمية المشاركة في تعلم الطهي وفنونه، بالإضافة إلى الحصول على مستويات معرفية أخرى تبرز دورهم وقدرتهم على اكتساب المهارات وتعزيزها كأفكار خلاقة في المجتمع. حنين جمال، بلقيس، عدن.